قضية الماء في فيقيق هي قضية متشعبة ولكن تكثف عديد من المسائل التي تهم المغاربة اليوم. فيقيق هي نموذج لإهمال التدبير المجالي العادل. ففيقيق كمنطقة حدودية، كمنطقة اعتدى عليها النظام العسكري الجزائري المتسلط، وكمنطقة استطاعت أن تدبر مشاكلها بنفسها. فأهل فيقيق تولوا عدة قضايا تهم الحفاظ على المدينة كمدينة، الحفاظ على الواحة، الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الخاصة بمدينة فيقيق، علما أن كثير من أبناء فيقيق اضطروا للهجرة خارج المغرب أو داخل المغرب. إذن المواطنات والمواطنون في فيقيق هم من يحاولون تعديل كفة غياب العدالة المجالية في فيقيق. فيقيق أيضا هي نموذج لتدبير المائي الحضاري بالمغرب، فنظام السقي الذي له تاريخ طويل وحافظ عليه الفيقيقيات والفيقيقيون ينبغي أن ينقل كنموذج إلى المغرب ككل، وليس أن يتم محاولة اعتباره الجانب التاريخي فقط والإلقاء بالتجربة خارج إمكانية الممارسة. وطبعا فيقيق هي أيضا مدينة تجسد نضال عدة مناطق مغربية بشكل متفوق في مواجهة ندرة المياه والجفاف. وعوض أن يتم الاعتماد على هذا النموذج ودعم محافظة أبناء المنطقة على المياه، يتم محاولة تسليع المياه والاستيلاء عليها لبيعها لأهل فيقيق، وهم قد تربوا على أن الماء والكلاء والقضاء والهواء قضايا مشتركة وتدبيرها مشترك بينهم. إذن قضية التضامن مع فيقيق ومع مواجهتها للسعي للاستيلاء على مياهها وتسليع هذه المياه هي قضية تهم المغاربة كلهم، لذلك هذا الائتلاف له طبيعة وطنية وتستحق القضية لهذه الأبعاد كلها وغيرها أن تكون قضية وطنية.